في مصر مشاكل كتير، أزمات كتير، بلاوي كتير، ملفات كتير مفتوحة، ملف العقارات، ملف الصحة، ملف التعليم، كمان ملف حقوق الإنسان اللي بيخيم على الوضع المصري، واللي كمان بيلفت أنظار العالم. العالم كله بيتكلم عن حقوق الإنسان في مصر. لو تفتكر من سنة تقريبا أو سنة وكام شهر كده، البرلمان الأوروبي طلع بيان يندد بالوضع القائم لحقوق الإنسان في مصر. المعارضة المصرية بتتحرك وتحاول توصل رسائل المصريين المعارضين في أمريكا، والمصريين المعارضين في أوروبا، والمصريين المعارضين في تركيا، المصريين المعارضين في كل أنحاء العالم، بيحاولوا يوصلوا رسائل للدول الأوروبية والغرب بما يحدث وبتوثيق لوضع حقوق الإنسان في مصر. اتحاد القوى الوطنية اللي بيرأسه الدكتور أيمن نور هو كمان بيتحرك على كثير من المستويات والأصعدة في داخل وخارج مصر وتواصل مع الجميع. النهاردة الدكتور أيمن 17/6/2022 في زيارة للبرلمان الأوروبي في بروكسل قال مجموعة من التصريحات، وقال إحنا في حاجة لكل جهد مسؤول للدفاع عن حرية وحياة آلاف المعتقلين المسجونين بسبب مواقفهم السياسية. وقال كمان الحوار الوطني كان بارقة أمل في الإصلاح، لكن الإجراءات التي تلته فرغته من مضمونه. قال كمان الدكتور أيمن أطالبكم بعدم الثقة في الطغاة، فسرديتهم لا تخدم إلا مصالحهم الشخصية واستمرار حكمهم. كلام كتير قال الدكتور أيمن نور النهاردة أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل. لكننا كنا نتمنى من أوروبا البرلمان أوروبا السعودية أن تربط على الأقل بالتمني مثل هذه المساعدات بتحسن أوضاع حقوق الإنسان أو الحريات أو التقدم السياسي في مصر. كنا نتمنى هذا مش بالضرورة كشروط، ولكن على الأقل تتمني أن يكون هذا مرتبط بقضايا حقوق الإنسان والحرية. يسعدني أن أنا أقول لحضراتكم نبأ صار ونبأ غير صار. النبأ الصار هو أن مصر بعد 17 سنة لأول مرة بتسمع خبر أعلنه رئيس الدولة السيسي بدء حوار وطني شامل لا يسسني أحد، بعد 17 سنة لم يحدث فيهم أي حوار وطني. هذا هو الخبر الصار. أما الخبر الذي يؤسفني وهو غير صار، أن هذا الحوار الوطني الذي بدأ لنا في البداية يدعو للتفاؤل، للأسف الشديد لا يدعونا للتفاؤل لأنه غير حقيقي وغير جاد. غير حقيقي لأنه أسند لجهات تابعة لأجهزة أمنية معروفة ومعروف اتجاهها، أسند لرئاسة رئيس هيئة الاستعلامات المصرية وهو يتبع نفس الأجهزة. المدهش أن هذا الحوار اللي أطلقه السيسي وقال أنه لا يستثني أحدا بدأ باستثناء جزء من المعارضة المصرية في الداخل، وكل المعارضة المصرية في الخارج استثنيت من هذا الحوار. أدي كلام يثبت أن المعارضة المصرية بتحاول وبتجتهد وبتتحرك وبتروح وبتيجي وبتوصل رسائل وبتقول ما كانش عندنا مشكلة في شكل الحوار، لكن او ما كانش عندنا مشكله في اطلاق كلمه حوار، لكن مشكلتنا في شكل الحوار وهل هناك دعوه جديه من النظام للحوار ام لا. دكتور ايمن نور كمان دعا في البرلمان الاوروبي ودعا المعارضه المصريه وقال ندعوكم للبدء في للمعارضه المصريه يعني للاستماع لرؤيه هذه المعارضه الاصلاحيه. قال كمان اشكر المفوضيه الاوروبيه على توفير الدعم لمواجهة الأزمات الغذائية في مصر. وتحدث كمان الدكتور أيمن نور عن حوار وطني شعبي، قال هنبدأ فيه وهيكون موازي، هذا الحوار سيكون للمصريين حول العالم الشهر الجاي شهر 7، وسيكون هذا الحوار بمثابة رؤية لما تحتاجه مصر من إصلاحات. من البرلمان الأوروبي على التحديد، وأنا بستوحي هذا الطلب من كلمة السيدة نادية التي شرفت بالاستماع إليها وهي تناضل من على خط النار.
في أوكرانيا لا تثقوا في المستبدين، لا تثقوا في الطغاة. الذي يحدث الآن في أوكرانيا هو ثمن الثقة في أنظمة مستبدة. لا تثقوا فيهم لأن سرديتهم تقوم أساسا على مصالحهم الشخصية وزعامتهم وبطولاتهم. ثقوا أن الحكومات المنتخبة هي التي ستدافع عن الغرب وهي التي تحترم الغرب بصدق. ثقوا في أن هذه الحكومات المنتخبة ديمقراطيا هي التي تستطيع أن تواجه الإرهاب وهي التي تستطيع أن تواجه الهجرة غير المشروعة، لأن الإرهاب والهجرة غير المشروعة هم سلاح المستبدين لإخافة الغرب وإخافة أوروبا. هذا هو مطلبي الأول، أن لا تثقوا في هؤلاء. مطلب الثاني من أوروبا هو البدء في حوار وتواصل مباشر مع المعارضة المصرية في الخارج بالتوازي مع حوار مفتوح مع المنظمات الأهلية والمجتمع المدني المصري. من فضلكم لا تثقوا في المستبدين، لا تثقوا في الطغاة، لا تثقوا في الحكومات التي تتعالى على شعبها. ده كان كلام الدكتور أيمن نور، وهذا هو الكلام الذي يقوله جميع العقلاء. العقلاء المستبدين لا دين لهم، المستبدين يتعاملون بكل استبداد، بكل ديكتاتورية، بكل غشومية مع شعوبهم، يقتلون، يعتقلون، ينهبون، يسرقون، يعدمون. المستبدين يدمرون البلاد، يخربونها المستبدين عموما. لا هم لهم سوى مصالحهم، هذا شأن المستبدين، ما بالك بقى لو مستبد وعسكري. شوفكم الحلقة الجاية، وأنا الشعب. رعايتكم.